في هذه اللحظات ان يكون معي الاستاذ محمد كامل رئيس مجلس اداره شركه برزنتيشن سبورت. استاذ محمد صباح الخير، مباراه السوبر المصري للمره الثالثه في الامارات، برحب بيك. وكيف تستعد شركه برزنتيشن لهذا الحدث العام الثالث على التوالي؟ وبالتاكيد لديكم انطلاقه مختلفه وفكر جديد في هذه المباراه واستعدادات خاصه داخل قاعه المؤتمر الصحفي. بسم الله الرحمن الرحيم. خليني اقول لك بس انه بقى بالنسبه لنا في برزنتيشن الماتش ده فرح، يعني العيد بتاع كل سنه هو ده ماتش السوبر، فماتش السوبر حاله استثنائيه في برزنتيشن، كل سنه بنستناه عشان يبقى السنه الاولى غير الثانيه، دي الباكوره الثالثه. بالنسبه لنا ده واحد من اهم الايفنتات اللي بنشتغلها. طيب المباراه الاولى كانت في الامارات، اكيد كان لها شكل مختلف، كانت في ملعب هزاع بن زايد. العام الثاني رحنا نادي الجزيره وكان الامارات يعني بجد الواحد بيشكرها على التنظيم المتميز والمشاركه بشكل ايجابي، لكن للمره الثالثه بنعود لهزاع بن زايد. شركه برزنتيشن سبورت ممثله في حضرتك استاذ محمد رئيس لمجلس الاداره، التارجت او الهدف او التنظيم مع الاتحاد الاماراتي والاخوه في الامارات خلال هذا السوبر الثالث. احنا معانا السنه دي بشكل اكتر مجلس ابو ظبي الرياضي، استاد هزاع بن زايد من الاستادات اللي احنا انبسطنا فيها جدا في شغل في نادي العين. خلينا نقول لك انه السنه دي طبعا في مفاجات، في حاجات هتتقال النهارده في المؤتمر، ما في حاجات مش هتتقال، لكن احنا بنوعد المصريين بماتش هايل، وزي ما قلنا قبل كده الماتش المره دي بطعم بورسعيدي خالص وبطعم اهلي جديد. ان شاء الله اتمنى التوفيق للفرقتين ان شاء الله. طيب من خلال قناه الاهلي وبيتابعنا جمهور الاهلي في كل مكان وبينتظر مفاجات كثيره، ايه اللي ممكن يقدم بشكل مختلف عن المرات السابقه؟ شفنا ده التلفزيون متميز في المره الاولى والمره الثانيه، المره دي المباراه مش الاهلي والزمالك، الاهلي والمصري، فاكيد الشركه بتشتغل بشكل خلال الفتره القادمه، عايزين نعرف الخريطه وبتشتغلوا ازاي وبتحضروا، خاصه كمان تحديد الموعد كان من فتره قريبه لاقامه المباراه في ملعب هزاع بن زايد في العين. خليني اقول لك، لا الماتش ده احنا عارفينه من اعتقد من شهر 9 يوم 12، عارفين ده، حاج عامر حاطط لنا التاريخ ده من بدري. لا الاهلي اهلي، ماتش اهلي. خليني اقول لك الطرف الاخر المصري او الزمالك او اي فرقه، لا الماتش هيبقى ماتش قوي. احنا كشركه التنظيم السنه دي لا اعلى من كل سنه، اقوى من كل سنه، شكل الملعب هيبقى مختلف، في البث الفضائي هيبقى مختلف، الناس هتشوف حاجه جديده جدا ومختلفه السنه دي، زي ما بنعودهم كل سنه بنشوف حاجه مختلفه ان شاء الله. الجماهير، تذاكر، الحضور، الوضع هيبقى ازاي خلال الساعات القادمه؟ ومجرد ما تعلن اعتقد مش هيكمل ساعتين ثلاثه تلاقي حجز التذاكر كله انتهى. المؤتمر الصحفي احنا اول سنه عملنا تذكره كل 27 ثانيه، السنه اللي فاتت عملنا تذكره كل 22 ثانيه، عندنا امل نعمل تذكره كل 18 ثانيه السنه دي ان شاء الله. بمعنى انه البيع، حركه البيع على الانترنت تعمل معاك قد ايه وقت. طيب بالنسبه لساعه الاستاد، الساعه الكامله الملعب هزاع بن زايد دول المؤتمر الصحفي هنقول كل الكلام ده، ربنا يخليك. الحضور كمان، مجلس ابو ظبي الرياضي حاضر، الاتحاد الاماراتي، الاتحاد المصري، كلا الناديين بالظبط، الناديين حاضرين، ومجلس ابو ظبي، اتحاد الكره المصري، اتحاد الكره الاماراتي، واحنا كبرزنتيشن. طيب بسال يعني السؤال جاي من الاستوديو، تنظيم مباراه الاهلي والمصري اصعب ولا كان تنظيم مباراه القمه الاهلي والزمالك؟ كل ماتش وليه طريقته وليه اسلوبه، ماتشات الاهلي ماتشات تنظيمها كده مش سهل، لانه حجم جماهير كبيره جدا. السنه دي عندنا نادي المصري اللي بنرحب